waxaa bilowday wajiga koobaad ee u diyaar garowga dhismaha buundada degmada Bulaburti xilli maanta degmada soo gaareen birarkii ugu badnaa ee qayb ka noqon lahaa dhismaha buundada waxana hawshan uu istaagay doobobka ganacsatada iyo wax garadka ugu sareeyo gobolkan Hiiraan Faarax Garaad Macalin Maxamuud gudoomiyaha rugta ganacsiga degmada Bulaburti oo agabkan ka soo daabulay magaalada Baladweyn isla markaana maanta soo gaarsiiyay Bulaburti ayaa faahfaahin ka bixiyay الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعده مانتو حسو قارني دقمدة بولبردة وحسو قارسيني بريه اللوغو تلقلي بوندو ده بولبردة إن لغو رسو كديمر كي دباتة إيه سو قارتي بوندو ده سي نسو سعود كي قاديد كي مستمع انتي سكلا وحيلان سو سعود وادوك سنتهين شرعي مركة اللفيريو مالبضان وباهن إن لقاها الله دريق وكلته وصعد مركب لقاها هذا وإيمان كماش وجوه سيسو إن مركب بندد نتري لقى شق أجر يا لقاها ليا أنا جو كهلا يا أفكر روت جناس يقدم مدة بلو برد نهوش هاس أيام أنت بلا ونوعه تاسو عقاش يو وحجرتك دقم مدة كنول ديار ويهين إن أرنت هاسي لقى شق يو دمان جناس تدا قيبة ذكر جديسان عقاش جبل كهيران جناس تذا لما نروح كسر قيب قال دوانا اسمها بونددني يدي يعتر كذا سي إسكا وحقه بساعة أنا جانا وين سو وين ما دام عن كم منها جناس تذا دقمة بلبردة أنا جو كهر لي أفر جناس تذا دقمة بلبردة وين سو وين هنا شغلنا وعن أو بلاو جاء هنا دمستر أنت وحلا قد دوني يا رهير هيران يا لقد دوني يا يا أنت سوماريو دو وناك تعلو خير كتعل waxaan rajaynaynaa marka insha Allah in arintaas hadii la yiraado ee wanaag inoo soo dhamaad doonto bilow geedi ayaa hadda joognaa maanta bari ayaan keenay oo taariikhdu ay tahay 4/13 ay tahay sidaas daradeed marka waxaan rajaynaynaa in arintaasi ay wanaag bilaabato Abdulan Habi Shabelle Bulubert كفرحي إيل كاغاز حابت هذا يقراب داضا ولسو ديك أبكا دهب شيل سياد سفودو لعقو قدرتو مركا أدلسو ديكتو أبليكيشن كدهب شيل إياد لعقا ديريسو استعمال كوركا خدمة لآن تأي تري فري وكو سهلية إن ستحتا تشيري وغور ريا إياد لعق ديريسو آن وح خدمة أهلقا قادم دهب شيل هول فوضايد يهاجة مالية ديد